حب البنت تكون قاعدة بالبيت وكل شيء يصير لعندها. القصة إنه أنا بدي الناس تنظر لك نظرة احترام. أنا من وقت ما كنت صغيرة كنت حب أتمرد على المجتمع وحط حد لتخلفه، وبعد ما مصرة على معركتي مع المجتمع ورح أربح. كل عليك عم تحكي، تكوني عم تبكي ولا زعلانة ولا مقهورة من حكي الناس، ما تلومي لحالك. بس أنت عم تطلبي مني أتنازل عن كل شيء، مو عن شيء واحد. لأنه هذا المجتمع ما بيرحم، وأنا أم ولادي لازم تكون محترمة من وجهة نظر الناس. لك حاجة تقولولي مجتمع وحكي الناس؟ أنا صرت بقرف من هذا الحكي. حكم الهوى الأربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن.